بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، النهاردة بنكمل مع بعض بالتسويات الجلدية، وبناخد تسوية من التسويات المهمة جدا اللي هي تسوية بند العملاء أو المدينين أو الذمم. يا ريت تركزوا معايا، وواحدة واحدة كده نبدأ مع بعض. يا رب تكونوا بخير تمام، وربنا ينفعكم إن شاء الله. مبدئيا المدينون اللي هم ايه؟ المدينون هم الديون التي لا شك في تحصيلها، اللي هي الديون اللي انا مثلا لما ببيع بضاعة بالاجل بقول من حساب العملاء باسم العميل الى حساب المبيعات. إيه العميل ده لو هو كويس وانا متأكد ان هو كويس وسمعته في السوق كويسة ومفيش شك فيه طبعا، وانا ببيع له لازم بكون متأكد ان هو كويس، لكن ممكن واحد ابيع له وبعد فترة للاسف ما يقدرش وقدرته على السداد تقل، يحصل له مشاكل، يتعثر ماليا. هنا بيبقى في حاجة اسمها ديون مشكوك فيها او ديون معدومة، لكن المدينون المفروض هي الديون التي لا شك في تحصيلها، انت ضامن ان انت تحصلها، ببساطة انت متأكد ان انت هتحصلها. هنا بيظهر عندي 4 عناصر رئيسية. حاجة اسمها الرصيد الدفتري. يعني ايه رصيد دفتري؟ يعني رصيد العملاء من واقع الورق والمستندات والسجلات اللي انا ببيع بيها البضاعه. مثلا بعت بضاعه ب 1000 بالاجل، قلت من حساب العملاء الى حساب المبيعات. رجعت بعت تاني يوم ب 2000، فقلت من حساب العملاء الى حساب المبيعات. رجعت بعت بعد 3 ايام بضاعه ب 5000، فقلت من حساب العملاء الى حساب المبيعات. لو انا بعمل حساب استاذ هيطلع رصيد العملاء كام؟ 1000 و2000 و5. هتعمل حساب استاذ وترحل هتلاقي ان رصيد العملاء تمام 8000. 8000 ده المفروض هو من واقع الدفاتر والسجلات، هو اسمه الرصيد الدفتري. لما باجي في نهاية السنة المالية بعمل حاجة اسمها الجرد. كلنا لو حد قريبنا محاسب، أخونا، والدنا، والدتنا، بيسمع حد بيشوف أي برامج، يقولك إن المحاسب في نهاية السنة عنده تسويات وعنده جرد وعنده كذا. بيعمل جرد لبنود الديون اللي عنده، المدينين اللي عنده، ويشوف الديون دي هل الديون دي فيها احتمال دين معدوم؟ يعني في احتمال واحد مثلا اترفض له شيك واثنين وثلاثة واربعة، وانا خلاص من واقع المستندات بقيت متأكد تقريبا ان العميل ده تمام، او العميل ده ليا ورقة عنده والورقة دي اترفضت، اللي هي كمبيالة عنده، الكمبيالة اترفضت وتعثر ماليا تمام، وجاي خلاص عرفت وبلغني 31/12 ان العميل ده اترفضت، ان هو مش هيقدر يسدد الكمبيالة اللي عليه، وبالتالي اصبح عندي دين معدوم عند الجرد، ظهر عند الجرد. طب وارد ان يحصل ديون معدومه قبل كده، يبقى في حاجه اسمها ديون معدومه. طيب في دين مشكوك في تحصيله، يعني في احتمال والله العميل في حاله من حالات التعثر المالي، ممكن يسدد وممكن لا، نقول عليه ديون مشكوك في تحصيلها. بيظهر عنصر رابع اسمه الديون الجيده. هو ايه الديون الجيده؟ الديون الجيده يعني دين كويس. يعني ايه كويس؟ الراجل ده كويس دين عليه، بس كويس معناها ايه ببساطة يا شباب؟ معناها دين انا مضمون ان هو يتحصل، وبالتالي اقول ايه؟ هو الرصيد الدفتري ناقص الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها. فبقول الرصيد الدفتري ناقص افتح قوس ديون معدومة وديون مشكوك في تحصيلها، ده اسمه تمام الديون الجيدة. هنبتدي شرح كل عنصر بالتفصيل من خلال خطوتين نسلايد، وبعد كده ناخد مثال هنطبق عليه كل العمليات كلها عشان تبقى الدنيا بالنسبة لنا واضحة وبسيطة وسهلة إن شاء الله. يبقى هنا يا شباب نبدأ بأول حاجة الدين المعدوم. إيه الدين المعدوم؟ الدين التي لا تستطيع المنشأة تحصيله. ليه لا تستطيع تحصيله؟ عميل عليه كمبيالة، الكمبيالة اترفضت، البنك جاب رفض عليها، أو امتنع على السداد، او اشهر افلاسه ودخل السجن وصدر عليه حكم قضائي ومعهوش فلوس. طيب هنا دي الديون المعدومه. كل دين معدوم بعمل له قيد لوحده من حساب الديون المعدومه الى حساب العملاء. بس الاحظ حاجه، مين الديون المعدومه ليه؟ لان الدين المعدوم خساره وبالتالي مدين، فبقول من الديون المعدومه الى العملاء بخفض رصيد العملاء بمقدار الدين المعدوم. طيب بلاحظ حاجه، عند الجرد في ديون معدومه اوريدي بتكون خلال السنه ايه اتعملت، فقيدها اتعمل، لكن عند الجرد انا بعمل قيد بالدين المعدوم الجديد بس،
القيد من حساب الديون المعدومة إلى حساب العملاء، القيد ده بس من حساب الديون المعدومة إلى حساب العملاء بعمله بالديون المعدومة الجديدة. طيب وبعدين في نهاية السنة باجي أقول إيه؟ أجمع كل الديون المعدومة. يعني إيه تجمع يا دكتور؟ يعني بجيب حساب الديون المعدومة اللي تمت خلال السنة والدين المعدوم الجديد، وبعدين أجمع كل الدين المعدوم ده وأروح رايح محمله على الدخل، فبقول إيه؟ من حساب الدخل إلى حساب الديون المعدوم، من حساب الدخل إلى حساب الديون المعدوم بالدين المعدوم كله. كويس، يبقى أنا عندي القيد الأولاني بالدين المعدوم الجديد، والقيد الأخير اللي في نهاية السنة من حساب الدخل إلى حساب الديون المعدومة بإجمالي الديون المعدومة. وبالتالي عندي حالة هنا، حالة بسيطة ظاهرة بميزان المراجعة في 31/12/2018 كالتالي: 20,000 عملاء و1,000 ديون معدومة، وقد تم، خلي بالك إن 1,000 دي تمت خلال السنة، وقد تم اكتشاف أن هناك ديون معدومة جديدة بمبلغ كام؟ 500 جنيه. طيب يبقى أنا عندي دي ديون تمت خلال السنة اتعمل قيدها خلال السنة، لكن الدين المعدوم الجديد هعمله، هقول إيه؟ من حساب الديون المعدومة إلى حساب العملاء بأنهي دين؟ أهو قدامك إثبات الديون المعدومة الجديدة. طب والقديمة يا دكتور عملناها خلال السنة، أنا بعمل القيود دي اللي بتتم في نهاية السنة. طيب في نهاية السنة تعمل إيه بقى؟ تجمع إجمالي الديون. أنا خسرت خلال السنة 1,000 دين معدوم، وخسرت يوم 31/12 كام بقى؟ تمام؟ غير الـ1,000 خسرت كمان 500، فيبقى اجمالي الديون المعدومه اللي عندي، طبعا الكلام ده بيظهر من حساب الاستاذ او ليجر اكاونتنج، تمام، بتجمعهم على بعض يديك ايه؟ الديون المعدومه اللي تمت كلها ب 1,000 ونص. 1,000 ونص تعمل ايه؟ تحملها على قائمه الدخل. يعني ايه؟ يعني حمل الخساره على الدخل، يعني خلي ارباح وخسائر ايه؟ ده خساره، فيبقى قائمه الدخل مدينه، فاقول من حساب الدخل. والديون المعدومه اقفله، هو كان مدين يتقفل بقى يبقى ايه؟ ده. طب ليه بقفله يا دكتور؟ لان السنة خلصت، انا عايز ابتدي سنة جديدة من اولها، فكل سنة بسوي كل حسابات المصروفات والايرادات تروح رايح على قائمة الدخل. طيب وبالتالي يبقى تاني هقول عملنا قيد بالدين المعدوم الجديد، فقلت من حساب الديون المعدومة الى حساب العملاء، وبعدين بعد كده عملت ايه؟ عملت قيد باجمالي الديون المعدومة اللي تمت على مدار السنة من حساب الدخل الى حساب الديون المعدومة. شباب السلايد اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي مهمة جدا 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 لباقي محاضرة النهاردة وللأسبوع القادم بإذن الله، ما احنا هنكملها إن شاء الله. طيب أول حاجة بالنسبة لنا، أنت لازم تبقى عارف الآتي: إن المخصص هو مبلغ يتم تخبيره ويجنب من الإيراد، من الإيراد مش من الأرباح. يعني حتى لو المنشأة محققة خسائر أنت بتجنبه من الايرادات. طب وبعدين بعد كده، تمام، المبلغ ده في طريقتين للمعالجة، في طريقتين للتعامل مع الديون المعدومة. ايه هما الطريقتين للتعامل مع الديون المعدومة؟ اول طريقة ان انا اقفل الدين المعدوم في المخصص، الطريقة التانية ان انا احمله على قائمة الدخل زي ما خدناها في السلايد اللي فاتت. يبقى طريقة ان انا، تمام، بعمل ايه؟ بحمله على المخصص. ليه؟ لأن المخصص طبيعته دائن، مبلغ حجزه لمواجهة إيه؟ ديون معدومة أو لمواجهة ديون مشكوك في تحصيلها. وبالتالي بروح جاي لما بيبقى عندي دين معدوم، بدل ما أوديه على قائمة الدخل، لأ أنا عندي دين معدوم وأنا حاجز مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، أروح آخد من المخصص ده، فآخد منه، هو طبيعته دائن، لما آخد منه يبقى مدين، فأقول من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الى حساب الديون المعدومة. طب لو ما عنديش مخصص والشركة مش متبعة سياسة انها تكون مخصص ديون مع مشكوك في تحصيلها، احمل الديون المعدومة على قائمة الدخل. تمام، يبقى تاني احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقول الطرق المختلفة لمعالجة الديون المعدومة. عندي طريقتين، خدنا طريقة منهم في السلايد اللي فاتت، ان انا بحمل الدين المعدوم على الدخل. طيب الطريقة التانية عبارة عن ايه؟ ان انا الدين المعدوم بخصمه، باخده من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها،
ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، طبيعته دائن، فلما خفضه خليه مدين، فأقول من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى حساب الديون المعدومة. حلو. بعد كده ابتدي كل مع نهاية كل سنة ابتدي اقارن بين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها القديم والجديد، فبيظهر لي نتيجة المقارنة 3 احتمالات. الاحتمال الاول ان انت عايز مخصص ديون وليكن تمام 2000، والمخصص القديم اللي انت مكونه 1500، اللي انا مكونه ده من السنة اللي فاتت، والسنة دي انا عايز 2000. طيب اصبح الفرق بين الاتنين 500، يعني انا كنت عامل حسابي دين مشكوك في تحصيلها حاجز 1500، ما جيتش ناحيتهم، ما جيتش ناحيتهم، ركزوا معايا عشان عليها تمارين دي، زي ما هم ما نقصوش خلال السنة، وبالتالي في نهاية السنة في السنة الجديدة لقيت نفسي الدين المشكوك في تحصيله 2000. طب ما انا حاجز معايا 1500، يبقى انت محتاج كام؟ على طول واحد يرد عليه يقول لي كام؟ 500. محتاج 500 بس، يبقى تاخد من قائمة الدخل 500، فاخد من الدخل من الايراد 500، فاخفض الدخل اللي هو الايراد اللي طبيعته ده اخليه مدين، فاقول ايه؟ من حساب الدخل الى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. طيب وانا عندي 1500 وخدت 500، بقى معايا 2000. حلو. طب الحالة التانية، انا عايز 2000 وحاجز 2000 من السنة اللي فاتت، القديم والجديد زي بعض، يبقى مفيش قيود ولا حاجة، خلاص اللي معايا مقضي. زي بالظبط كده لما تيجي سعادتك نازل مشوار النهاردة ومعاك تمام 100 جنيه، ما صرفتش حاجة، تاني يوم جاي تمام تنزل والدك بيقول لك خد 100، قلت له عندك ضمير انت؟ تمام. قلت له لا يا بابا انا معايا 100، مش هتاخد حاجة. تمام خلاص، طالما ان معايا واللي انا عايزه 100 واللي معايا 100 مش هاخد. لكن الحالة الأولانية اللي انا معايا 100 بس انا عايز 150، فهاخد 50. طيب الحالة التالتة، تمام ايه بقى؟ ان رصيد المخصص اللي انت عايزه، الوضع العملاء كويسين، وانا كنت حاجز 1500 بس لقيت اللي انا محتاجه 700 بس، 700 بس، وانت كنت حاجز 1500، تعمل ايه؟ ترجع ال 800 تاني، فتوديهم تاني للدخل، فتزود الدخل بتاعك، فالدخل اللي هو الايراد يزيد. تمام. فهو اصلا ايراد طبيعته داين، لما يزيد يبقى داين، فاقول ايه؟ من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الى حساب الدخل. تمام يا شباب. كده ده عبارة عن شرح للي هيحصل على مدار ال6 تطبيقات اللي جاية، اللي هناخده منهم دلوقتي واحد تمام او اتنين، يعني تبع ما تقدروا معايا، وهنكمل ده في محاضرة الاسبوع القادم باذن الله. نركز يا شباب في الحالة لأنها تطبيق على الشرح اللي فات، وفي نفس الوقت الحالة دي هتستمر معانا مع تعديلات بسيطة تمام في كل مرة عشان نثبت الفكرة. التطبيق بيقول لي إيه؟ بافتراض أن رصيد المدينين 10000، معنى رصيد المدينين معناها ده اللي موجود في ميزان المراجعة. طيب والديون المعدومة اللي حدثت خلال السنة 1000، طب هعمل لها قيد دي؟ لأ، انا ما بعملش قيد بالديون المعدومة اللي بتحصل خلال السنة دي، اتعمل قيود ليها، انا بتكلم على قيود للدين المعدوم الجديد. وبافتراض ان الدين المعدوم الجديد عند الجرد كام؟ 700. ال700 ده دين معدوم، بعمل لهم قيد، بقول ايه؟ من حساب الديون المعدومة. ليه؟ لانها خسارة والخسارة مدينة، فاقول من حساب الديون المعدومة الى حساب العملاء، معناها ان انت اظهرت الخسارة وخفضت رصيد العملاء. كويس. طيب يبقى رصيد العملاء بقى كام؟ هتلاقي عندك مكتوب اهو 10000 ناقص 700 9300، وان هناك مخصص ديون مشكوك فيها 5%. تاخد ال 5% بقى من ال10 ولا من ال9300؟ ها؟ لا مش من ال10 يا حبيبي، مش من ال10. ليه؟ لأن ال10 منها 700 ديون معدومة، فخلاص اوريدي أعدمت فهستبعدها، فيفضل عندي 9300، 9300 هو ده اللي أنا هاخد منه ال 5%، فأقول 9300 في 5% يديني 465. حلو.
دلوقتي حالا في واحد من الطلبة بيقول لي: طب يا دكتور، ليه ما قلتش ال10,000 ناقص ال700 وناقص ال1000؟ لا يا حبيبي، ال1000 دي تم استبعادها قبل كده. يعني هي قبل كده مثلا كانت 11، شلنا ال1000 فبقت 10 دخلان السنة، ويوم الجرد كمان ظهر 700 تانيين فنشيلهم، فيبقى الصافي بتاع العملاء كام؟ 9,300. هو ده اللي انا باخد منه، تمام، الديون المشكوك في تحصيلها. طيب طلع رصيد الديون المشكوك في تحصيلها 465. في نفس الوقت اجمالي الديون المعدومة، تمام، عبارة عن كام عندي؟ 1000 زائد 700، يبقى 1000 زائد 700، تمام، يديني كام؟ 1700. طيب هنا لو انا بتبع الطريقة التانية اللي هي اقفاله مباشرة في قائمة الدخل، ها هتعمل ايه؟ هتقول من حساب قائمة الدخل الدين المعدوم مدين، اقفله دايم، فاقول من قائمة الدخل الى الديون المعدوم. هل في التمرين فوق كده سهل ما فيهوش مشكلة، هل في التمرين فوق في مخصص قديم في الأرصدة فوق اهي؟ لا، بس في مخصص دين مشكوك في تحصيله، ده اسمه ايه؟ جديد. القديم هل في رصيد مخصص قديم؟ لا مفيش. طالما ان مفيش يبقى كأن رصيد مخصص الدين القديم بكام؟ بصفر، وقلناها واحنا بنشرح. وبالتالي لما تيجي تقول ايه؟ انا كنت حاجز دين، كنت حاجز فلوس صفر، لقيت ان اللي انا محتاج احجزه 465. انت ما كنتش حاجز حاجة، لقيت ان اللي عايز تحجزه 465. معنى كده ان انت هنا محتاج تاخد فلوس من قائمة الدخل. هاخد كام من قائمة الدخل؟ ما انا معيش حاجة وعايز 465. المخصص الجديد اكبر من القديم، الجديد ب465 اهو، والقديم بصفر. يبقى على طول تقول ايه؟ الاحمر اللي موجود اهو عند السهم، تحت السهم على طول اهو، عشان ما تتلخبطش. انا امال الحالات التانية؟ الحالات التانية انا بشرح لك عشان تبقى انت عارف احنا هنتحرك مع كل حالة ازاي، ومع كل خطوة بنعمل ايه. طيب وبالتالي انت هنا عندك 465 هتحملهم على الدخل، فهتقول من حساب الدخل الى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يبقى انا كده عملت كام قيد؟ 3. اول حاجة، 1، اثبتت الدين المعدوم الجديد. قلت ايه؟ من حساب الديون، تمام، المعدومة الى حساب العملاء. 2، حملت الديون المعدومة على قائمة الدخل لان انا ما بكونش مخصص، وبالتالي قلت ما كانش مكون مخصص، وبالتالي قلت من حساب من حساب قائمة الدخل إلى حساب الديون المعدوم. تالت حاجة، قارنت بين المخصص القديم والجديد، لقيت إن أنا ما عنديش قديم حاجة، والجديد 465، فهحتاج إن أنا أحجز 465، فهقول من حساب الدخل إلى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيله. تمام، كمل الحلقة اللي جاي التطبيق اللي وراه ونشوف إيه الفرق. طب ونكمل دلوقتي الحالة التانية، يا ريت نركز كده ونشوف الفرق بين الاتنين ايه عشان تقدر تبقى الدنيا واضحة. بافتراض ان رصيد المدينين 10,000 والديون المعدومة 1000 ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها 300، وافتراض ان الديون المعدومة عند الجلد 700 وان مخصص الديون المشكوك فيها 5%. اول حاجة نفس الخطوة اللي فاتت بالظبط، عندي 1000 دين معدومة حصل خلال السنة و700 عند الجلد. طيب ال700 اللي عند الجلد هعمل قيد، اثبت الدين المعدوم الجديد، الجديد يا اولاد، بثبت الدين المعدوم الجديد، وبالتالي هقول من حساب الديون المعدومه الى حساب العملاء، بنقص رصيد العملاء ب700 جنيه، فبقول من حساب الديون المعدومه الى حساب العملاء. وبعدين اخفض رصيد المدينين، فاقول 10,000 ناقص 700 ب9,300. أحسب مخصص الديون الجديد، أقول 9,300 في 5% يديني 465. وكمان عندي إجمالي الدين المعدومة عبارة عن 1000 زائد 700، 1700. هنا نبتدي بقى، هنا الشركة عندها مخصص ديون مشكوك فيها. طيب طالما عندها مخصص ديون مشكوك فيها، يبقى الطبيعي إن أنا، تمام، بعمل إيه؟ باخد من
المخصص ده ازاي بقى؟ ده انا عندي مخصص دين مشكوك فيه 300، ركزوا معايا. انا عامل حسابي، كنت عامل حسابي ان في ديون ب 300، الدين المعدوم طلع 700. طب اعمل ايه؟ اخد ال 300 اللي انا حاجزهم، تمام، واكمل الباقي من قائمة الدخل. انت حاجز اصلا مخصص دين مشكوك في تحصيله من السنة اللي فاتت 300، هتاخد ال 300 اللي انت كنت حاجزها اللي هي رصيدها دائم فهقفلها خليها مدين، وحمل ال 1400 على قائمة الدخل، فيبقى القيد بالنسبة لي ايه؟ من مذكورين حساب الدخل، تمام، ب 1400 ومخصص الدين المشكوك فيه ب 300 الى حساب الديون المعدومة. كده انا قفلت الدين المعدوم. طيب وبعدين بعد كده، بعد كده اجي هو اقارن بين المخصص القديم والجديد. خلي بالك، هو انت اصبح عندك مخصص دين تمام قديم؟ لا، لان كان عندي 300 راحوا كلهم مع الديون المعدومة اللي حصلت، فاصبح ايه؟ رصيد المخصص الجديد اكبر من القديم. خلي بالك انا كاتب لك المخصص الجديد 465 والمخصص القديم اصبح رصيده صفر، لان انت خدت ال 300 كلهم وديتها للديون المعدوم، فيبقى الفرق عندك كله خساره، فكله هعمل بيه قيد زي اللي فات بالظبط، بس الفرق اللي فات ما كانش عندي اصلا، لكن هنا كان عندي وراحه في الديون المعدومه، وبالتالي اصبح رصيد المخصص تمام صفر، فاقول من حساب الدخل الى حساب مخصص الديون المشكوك فيها. تمام، يا ريت نراجع الحاله كويس، يا ريت يا اولاد نذاكر الحالتين مع المثال الاولاني 3 امثله كويس، وان شاء الله تمام المره الجايه هناخد 3 حالات تانية تكون انتوا ذاكرتوا والدنيا بقت سهله. مش عايز ازود اكتر من كده عشان ما يحصلش لخبطه. اقابلكم على خير، يا ريت يا شباب نلتزم تعليمات الدوله، نحافظ على نفسنا، الله يكرمكم، حافظوا على نفسكم، التزموا بيوتكم، حافظوا على اهاليكم، لو انت كويس ومناعتك كويسه فوالدك ووالدتك اخوك الصغير تمام جدك وستك اي حد منهم محتاج ان انت تحافظ عليه، حافظ على نفسكم الله يكرمكم. تمام، ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ مصر يا رب من كل سوء، التزموا البيت الله يكرمكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حفظكم الله وحفظ الله مصر ورعاكم بخير إن شاء الله.